السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد وديما كاين جديد على قناة سيارات مجنونة. ابوني معنا باش ما تراطيش. فيديو اليوم خيرت لكم فيه 5 سيارات سعرهم ما يفوتش 60 مليون على موقع واد كنيس. السيارة الاولى يقول لك الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه، ار 11 تاع 87 مقيار بيبارك، فيها الغاز، سسبنسيون مليحه ورود لافون جدد، مولاها طالب 55. السياره الثانيه سلعه على المان، باسات سيري 99 ماشيه 700 الف وما قالتش اي راسي، لاشين ديسك جدد، مولاها ملك ليتوس طالب 55. السياره الثالثه كليو دو بورت ديازل سيري 99 من الدويره، نقيه بزاف ربي يبارك، امشي بها وين حبيت، مولاها طالب 56. السيارة الرابعة تالي حوس على جديد ودراهم قلال، ماروتي 800 سيري 2012 من بوسماعيل، ماشية 120 ألف، فيها فروة فيلال وشوية صبيغة في الباب والأمال، مولاها طالب 56. السيارة الخامسة للناس اللي حابة تعيش التسعينات من جديد، جولف 2 شابة بزاف، فيها موتور جي تي دي يمشي 10/10، سسبنسيون جديدة، مولاها من الدويرة طالب 55. إذا راك مهتم بسيارة من اللي ذكرتهم اهبط تحت لهذا الفيديو راح تلقى رابط الاتصال مع مولاها. اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا جيم، وما تنساوش تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس. الى اللقاء.